المصري القديم كان ليه أسلوب مميز في استخدام الصور والعلامات علشان نقدر نفهم معنى الكلمات، زي كلمة آمن بتتكتب من ثلاث علامات، شكل نبات البوص اللي بيتعمل منه ريشة الكتابة وبتتنطق إي، وشكل لوحة الشطرنج وبتتنطق من. أما شكل أمواج المياه اللي هي حرف النون بتتكتب علشان تأكد نطق حرف النون وبتتنطق الكلمة إيمن. إيمن معناها الخفي أو المتخفي. لو الكاتب يقصد شخص متخفي هيرسم وراها شخص مختفي وراء حاجز، لكن لو الكاتب يقصد إيمن اللي هو المقدس أمون هيرسم ورا كلمة إيمن علامة الشخصية المقدسة أمون اللي كان على رأسه رشتين. ولو عايز يذكر اسم شخص نبيل إيمن حتب هيكتب إيمن ووراها علامة حتب ووراها علامة شخص جالس على كرسي وفي إيده منشة، كناية عن النبيل. وهنا اسم إيمن حتب معناها أمون راضي. لو عاوزين تعرفوا أكتر عن رموز الكتابات الهيروغليفية انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج لغتنا القديمة.